يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توقفت المصلحة على أن يحلف قبوري وعلمت أنه سيحلف بالله كاذبا غير مبالغ، إذا توقفت المصلحة على أن يحلف قبوري وعلمت أنه سيحلف بالله كاذبا غير مبالي، وعلمت أيضا أنه يعظم شخصا فلا يحلف به كاذبا، فهل يجوز لي أن أطلب منه الحلف بغير الله؟ مسألة اليمين على الدعاوى واليمين على المنكر هذه من أعمال القضاة، هذه من أعمال القضاة هم اللي ينظرون فيها. نعم.